كلمني عن الطرب، اكلمك عن الستيتش. 20 يا خالد، ابغى ال 20. يلا راح. خله الاخير، خله الاخير. كم 14 خالد؟ يا حبيبي كلمني عن الستريتش، اكلمك عن الطرب والايم والادت وكل شيء. والله انتم تغفلون عن الشيء هذا يا اخوان، والله العظيم انكم تغفلون عنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ شو مسوين؟ معكم احمد وشونكس بونج، مقطع جديد. مقطع اليوم طريقه جديده وشيء انا من زمان ابي اسويه، شيء اشوف الاجانب الدعسين المعرقين يسوونه وابغى اسويه من زمان. طبعا الشيء هذا ما تقدر تسويه الا فقط على البي سي، لازم يكون عندك بي سي، لازم تكون انت تلعب على بي سي، مو بكونسل او سوني او اكس بوكس او اي شيء ثاني، فقط بي سي. انك تلعب باعدادات الريزولوشن، عندك في شيء اسمه ريزولوشن في اعدادات البي سي، تغيرها من الشاشه نفسها. بحط لكم مقطع تحت الوصف يشرح لك اذا انت ما تعرف ايش السالفه عن طريقه التغيير. ابسط لك الفكره اكثر. انت احيانا بديت تطالع الاجانب الداعسين المعرقين، في بعض الاجانب مو كلهم اللي يلعبون على البي سي، طبعا بي سي عشان ما تخش لخبط في الامور عندك، بي سي كنترولر او بي سي ماوس كيبورد بكيفك، انا بالنسبه لي العب كنترولر. فلذلك اذا جيت تطالعهم تلاحظ ان الشاشه عندهم عريضه او ممدوده. ليش يسوي كذا؟ ليش يخلي الشاشه كذا بالشكل هذا العريض؟ هذا الشيء يساعدك انت كلاعب انك تحسن من ايمك، ويساعدك في انك تكون اكثر تحكما في اللاعب حقك. هذا الشيء يسهل لك اشياء كثيره، منها ايم، بنايه، طبعا مو بيخليك اسطوره لكن بتحس انك متمكن اكثر من اللاعب، بيعطيك سلاسه باللعب. طبعا هذا فقط زي ما ذكرت للبي سي، اللي يلعب على بي سي مو ماوس كيبورد. في فرق بين بي سي وماوس كيبورد، لان في ناس يلعبون بي سي على يد كنترولر. فاينا البث اللي بثيته امس كان اول مره اجرب فيها الريزولوشن هذا، واحط لكم الريزولوشن تحت في الوصف برضو اللي بيسال. اللي ما يدري ايش السالفه يستمتع بالمقطع ويعطينا لايك ويشترك اذا ما اشترك، واهم من هذا كله جرس التنبيهات عزيزي المشاهد، لان كل يوم ينزل مقطع لازم تشوفه. اشترك بالقناه اذا حاب، ادعمني اذا ودك بكود الايتم شوب SXB، اكون شاكر لك جدا. هذا اللي كان عندي، اذا ودك تكتب تعليق شيء انا تحت امرك، انت تطلب وانا انفذ. شكرا لكم جميعا، اترككم مع المقطع، فامان الكريم، صلوا على نبينا محمد. عمري يا اسطوره. ايه يا احمد، ايه ارجع معلك صوتي على داستي والله. حلوه يا خالد. لا لا خذ تكتك. ما بينزل شو اسمه، تبرع بس. ما عليك لو انا قضيت الموت. يا اخي اقسم بالله، والله طرب، والله كل شيء سريع. تعال ناطر كنا لا الله انك اي دستي لعن. اخي كيف 24 صوت كلب عنده. انت رميت الدجاج. لا قلت كلب. حلوه هذه، وين تعلمتها؟ وين تعلمت الحركه؟ علمني بسرعه. ما اشوف ولا واحد عندي. احتمال انه مزل. انزل. في واحد اول نزل يركب. بليزر. ها؟ هذا اثنين عندي، اللي عندي ليزرته مره. مرة بليزر. هذا عندك بليزر طلقتين زيادة مسكتين. لا تفنشر خلنا نشرب العين والله. لقيت 25 اربع مرات اللي قاعد يبني. اللي قاعد يبني هذا قدامه.
اللي فوق اللي ورا اعطيته. حط يا رجل. بطب بطب علي اللي ورا. في بوم بوم ذهب يا احمد تاخذه. معي 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 واحد. روح روح. في ناس في ناس بسولتي ها. وعندي جوس اذا تبغى. اهلا فل. معك سنايبر اوكي على عيني وراسي بس ترى في سكار هنا ممتاز. ايوه ابوش ها ايه بوش بوش على حق سولتي لان في ناس ورانا بوش. ابغى بروح بروح لانش حقتك سماع سولتي كلهم تفله كلهم تفله دي سولتي كلهم تفله. غادر غادر يلعن شكلك يا محبوب. عمري يا خالد راح 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 اتوقع عند المجريق عند المجريق عند المجريق يطقون. لا لا ما يطقون. تعال تعال احمد صار نسان 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 ورانا خلي 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 ولا خلي 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 خلت جوه ضاعت. والله ما والله ما ينسمع يا اخي والله ما ينسمع يا عمري يا احمد. طيب يقومون اخوياهم منقلق سلام سلام يا ربنا ما تصير عندنا لد. كلمني عن الطرب اكلمك عن الستيتش. 20 يا خالد ابغى ال 20. يلا راح خله خله الاخير خله الاخير خله الاخير. 14 خالد يا حبيبي كلمني عن الستيتش اكلمك عن الطرب والايم والادت وكل شيء. والله انتم تغفلون عن الشيء هذا يا اخوان والله العظيم انكم تغفلون عنه. خلاص اركب اركب يلا روح روح معك لايدر اي معي روح 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 بس ارفعنا فوق بس برفع فوق ارفع يا الله اخي انا هنا غير مالي 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 انزل انزل احمد انزل فوق الجبل اي فوق الجبل والله ما طلعني فوق يلا خير بس اسحبهم اسحبهم مالك في واحد راكب كوره واحد وراي يا رجال اللي عندك ازرق اللي عندي يلب اه الهاي عند مين؟ هذا اعطيته ابيض 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 وينه 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 وين ابيض ها؟ يا ربي اللي قدام اللي قدام هناك ابيض ابيض احمد وين 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 احمد ابيض والله ما راح ما راح اطق وراي 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 وراك احمد شلت شلت تكفى وراك واحد ما يموت اي وراي واحد يقوم قوية اللي وراي مو مدمج ها مو ابيض هي طلقة الله قوية هنا سوا ستيف امشي بس امشي 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 ما عليك ما عليك بجيبه بجيبه يلا يلا هذا واحد هنا قدامي لكن ابغى ستيف السوا اي ستيف عندي ستيف عندي ستيف عندي ستيف عندي بروح 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 عند ذاك عشان ما يجي يتلقف ويزرف صوت 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 ساتيرا عمري احمد ستيف هذا هاي كان اللي عندي حاشا ما اخليه يجيك عندي ستيف ايوه احمد عمري ابو الفاج اللي عندي راح اللي عمري عندي راح تعال احمد عندي حاشا انا سوى مره تعال تعال شوف وين شوت وين شوت وين شوت ازهر 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 طلع 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 تحت تحت كتلي كتلي وين هنا
انا المشكله موارد، انا خاف انه يطيح في النهايه بعد الفايت يطيح ويموت. خلاص اعطي موارد، خلاص سكت عليه سكت عليه، خلاص موارد 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 امسك معي 170. يا ويلي وين اطلع من هنا يا ويلي، وين رميت وين رميت وين رميت وين رميت وين رميت وين رميت اه طز طز خله 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 يلا يا شيخ.